زي ما اتفقنا ورسالتنا خلال الشهر الكريم ازاي نتعلم الحكمة في الابتلاءات اللي ذكرت في القرآن الكريم وازاي نحقق المنحة من المحنة. بيصعبوا عليا قوي الأمهات أو إحنا الستات وقت الفطار، تحس كده إن إحنا في وقت اختبار امتحان، كلنا حماس وترقب إن أولادنا وأزواجنا وضيوفنا يستمتعوا بكل عمايل إيدينا. وعلى فكرة أعتقد إن كل ست تستحق إنها تحس بالتقدير وتسمع كلمة شكر بعد تعب اليوم، وعشان كده إحنا هنا من القلب لقلب بنقول لها من القلب شكراً.